السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم طريقة تغيير لونات خلفية في لغة الـ CSS عند نقل المؤشر إليها. الآن نقوم بفتح الصفحة الذي قمنا بتصميمها في لغة الـ HTML. كما ترون نقوم بنقل المؤشر على الخلفية لا يتغير لونها، لأننا لن نقوم بأي تغييرات. نقوم بالانتقال على الهيد أو الرأس، ثم نقوم بكتابة كود CSS. هذا هو style type text CSS، ونقوم بإغلاق الستايل. والآن نقوم بإضافة الباكجراوند، نقوم بتغيير لون البودي أو لون الخلفية بودي، ونكتب الآن لوضح لكم الفرق. نقوم بكتابة بودي ثم باك جراوند كولر، نعطي لون الخلفية مثلا بلاك، ونقوم بإغلاقه. الآن كما ترون لون الخلفية أصبحت سوداء، ولكن لا يتغير لون الخلفية عندما ننقل المؤشر عليها. الآن قمنا بتغيير لون الخلفية، والآن سوف نقوم بتغيير لون الخلفية عند نقل المؤشر عليها. نكتب body أيضا و hover، وثم نقوم بكتابة ال background color أو background image أو أي شيء. وخاصية الهوفر تستخدم لجميع التاجات أو الوسوم. نقوم باختيار اللون مثلا بلو الأزرق. عندما نقوم بنقل المؤشر إلى الخلفية سوف يقوم بتغيير لون الخلفية إلى الأزرق. الآن لون الخلفية أسود كما ترون. عندما نقوم بنقل المؤشر على بنقل المؤشر إلى الخلفية يقوم بتغيير لون الخلفية كما ترون، أصبحت باللون الأزرق. هذا المربع يشكل الخلفية بكاملها. الآن نذهب إلى خارج الخلفية كما ترون تعود أسود، وندخل إلى داخل الخلفية تصبح أزرق. إن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد وتكون فكرة جديدة لكم.